ومع الأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة حول العالم، نتحول لمعرفة أخبار الطقس. أخبار الطقس تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة فاطمة. إليك فاطمة من جديد. شكرا محمد وهبة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، إسكندرية 33-24، مطروح 31-24، بورسعيد 33-24، الإسماعيلية 37-25 وجوها حار. بالنسبة للسويس 36-25، العريش 34-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 38-29 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 43-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 43-26، شلاتين 39-29، حلايب 36-30 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.